الأكل بيكمل مع بيبسي. يلا ناو. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام، واليوم تغطيتنا مختلفة. اليوم راح نبديها بمجموعة من الطلاب جاءوا إلى مقر إقامة المنتخب العراقي وحاملين معهم ورد، يردون يهدون المن ما أعرف. راح نلتقيهم ونتعرف بهم ونشوف إجابين يهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا شفت بديكم باقة ورد بس ما أعرف شنو التفاصيل، أريدكم تحدثوا لي عنها. هي مجرد شيء رمزي هذه باقة الورد، لكن احنا حاملين معنا أمنياتنا وأمنيات عوائلنا بالتوفيق والنجاح للمنتخب العراقي. احنا مجموعة من الطلبة العراقيين المبتعثين في جامعة غرب استراليا، حبينا بس نشوف المنتخب العراقي وكابتن راضي ونسلمهم اياه ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. ان شاء الله نشوفهم بروسيا في المونديال القادم وهم قدها وقدود، والمهمة ابدا مو صعبة عليهم وعودونا على الانجازات هذه. طبعا شكرا جزيلا، هذا مو غريب على الاخوة، طبعا اعتقد هم داعمنا الحقيقي، ان شاء الله يكون قوة مضافة إن شاء الله. إن شاء الله راح نكون وياكم بالملعب وإن شاء الله للفوز. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. حق الله يخليك. مشاهدينا الكرام، مستمرين بتغطيتنا للوحدة التدريبية اليوم، واليوم المنسق الاتحاد ومشرف الفريق والكادر التدريبي سمحوا بثلاث لاعبين، علي حصني، محمد حميد، واللاعب الثالث منو يا استاذ حسين؟ سعد عبد الامير. وراح نبدا بمحمد حميد. حمودي حبيبي شلونك؟ شلون صح؟ شلون المعنويات؟ ان شاء الله زين. متفائل؟ شو تقول لي؟ والله ان شاء الله احب اقدم تحيه من استراليا الجمهور العراقي، كل الجاليه الموجوده في استراليا وخارج استراليا، اريدهم يكونون معنا، اريدهم يساندوننا. مثل ما تعرف هاي التصفيات اقدر اقول لك يعني تصفيات حاسمه، ان شاء الله يا رب نقدر نتاهل الى نهائيات كاس العالم. هذا حلم كل العراقيين، حلمنا احنا كلاعبين، حلم الجمهور ايضا. ان شاء الله ما راح نخذلهم، ان شاء الله يا رب راح ندخل بكل ثقه وبكل حرص وبكل جديه للمباريات مع المنتخب الاسترالي ومع المنتخب السعودي. ان شاء الله يا رب نقدر نقدم شيء يليق بسمعه الكره العراقيه. مشاهدينا، ولقينا علي حصني، المسموح لهم علي حصني ومحمد حميد وسعد عبد الامير، انت من المسموح لهم بالتصريح، شو تقول للجمهور؟ وش بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كره القدم ما بيها وعود، بس احنا راح نجتهد كلاعبين كادر تدريبي، من نفرح شعبنا بهذه المباراه، مباراه صعبه لكن ماكو شيء مستحيل. لاعبين عازمين على تحقيق شيء يليق بسمعه الكره العراقيه. ان شاء الله نحقق يعني ثلاث نقاط تسعدهم ان شاء الله. انتم خط الهجوم عليكم ضغط كثير؟ لا ان شاء الله ماكو ضغط، احنا نقدم اللي علينا ونقدم ما يطلب عندنا الكادر التدريبي، توفيق من الله ان شاء الله.
باشم مشاهدينا الكرام على كامل صغير عضو الاتحاد المركزي لكرة القدم، وراح نمر من يم المولدة. طبعا مشكور الأستاذ غيث مهنا اللي وفر هذا الملعب، إنارته قليلة، وفروا للمنتخب العراقي هذه المولدات حتى تكون إنارة جيدة وتكون الوحدة التدريبية ناجحة. وراح نلتقي بالأستاذ عضو الاتحاد كامل صغير أبو سام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخبار بخير؟ صار كم يوم ما شايفينك. لا إن شاء الله. لا متواجدين الحمد لله والشكر. كابتن أبو سام، إن شاء الله بدينا بالمرحلة الجدية للتدريب وللمباراة، اقتربنا من المباراة، شلون التفاصيل، شلون كل شو صار ما صار، شنو الظروف، شنو الأمور كلها؟ من أول لحظات المنتخب الوطني هو أنا بادين بالجدية وبادين أن المجموعة اللي معانا مجموعة ليس بالسهلة، فأعتقد من الأول يوم إحنا ساعينا أن نحقق نتيجة للمنتخب الوطني العراقي، وخاصة إلى الشعب العراقي والجمهور الكريم والجالية اللي تلقتنا والإعلام الكريم اللي متواجد والقنوات وكل المواقع اللي متواجدة اللي تلقونا برحاب الصدر، وكنا عايشين في العراق يعني ما عايشين أسهل، مرابطين أنا من الصباح للمساء. على قضية المولدات، اليوم نشوف مولدات، تحدث لنا حتى يعرفوا، لأن البارحة سمعت أنا الجمهور يقول مولدات، يعني ممكن ناقلين مباشر، أكو بعض التعليقات قالوا مولدات بالملعب، حتى أنه توضح هذه الفكرة وتوضح للمشاهد اللي يتابع أن هاي المولدات. لكن هي سبب نجاح الوحدة التدريبية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا شكرا لتواجدكم معنا. موضوع المولدات هو أنه مثل ما حكينا قبل أنه هيكون اختيار ملعب بديل في سامح الله حالة الأمطار والجو الشتاء في مدينة بيرث، أنه كنا نتمرن على ملعب الدورين جاردنز أول يومين من وصول المنتخب، فكانت عندي جولة مع الكابتن راضي شنيشل، وهاي الأرضية اللي اخترناها لقربها لقربها يعني للملعب أرضية ملعب الرئيسي، فاختار الكابتن راضي شنيشل إنه تكون وحدة تدريبية بالنهار يعني بين 4:30 و 6:30 لموضوع الإنارة. فبعدين استجرنا هذه المولدات ليكون تمرينه وقت المباراة، يعني مباراة 6:30 ل 8:30 عم نعيش احنا اجواء المباريات. فالحمد لله اشكر كما تشاهدون الملعب التمرين والإنارة احسن ما يكون. فاصل دارب المونديال. الان هو الوقت الامثل للاستثمار العقاري في كندا، اقوى الاسواق العالمية للعقارات. للمزيد من المعلومات اتصل بالخبير العقاري علاء يوسف صاحب أعلى مبيعات لشركة ريماكس لأربع سنوات متتالية. مشاهدينا الكرام، لا تخلو وحدة تدريبية لأسود الرافدين من الجالية العراقية. أي وحدة تدريبية تأتي الجالية لدعم ومؤازرة أسود الرافدين، والجالية طبعا تأتي بمختلف أصنافها، يعني نساء، رجال، أطفال، كبار، ورح نلتقي بأحد العوائل. ليش أبوهم عفتهم؟ تعالوا ياهم، تعالوا ياهم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني اللغة العربية مالتك شوية مكسرة بينها. لا شو تقولي لأسود الرافدين؟ والله احنا نعرف انه تكون مباراة كلش صعبة بالطبع مع الكنغرو الاسترالي السوكرز، بس ان شاء الله أسود الرافدين قدها ونفوز 2-1، لانه لازم استرالي يسجلون، بس احنا قدها ان شاء الله ونفوز. احنا قدها. اي لاعب يعني تحسين انه راح يسجل هدف؟ راح يسجل، والله عندي احساس ياسر قاسم. ياسر قاسم ان شاء الله. ياسر قاسم ما يخيب احساسك. نجي اختك لو صديقتك. اختها الثانيه. ايش تتوقعين لهذه المباراه؟ what about this game? I'm really excited about the game and I hope that we win. The Socceroos are quite a hard team but we're very good and we will be able to beat them. يعني هي قالت الوضع جيد، وهي راح اترجم لكم من قلبي عرفت، بس يعني انه المختصر انه قالت انه الوضع جيد للمنتخب العراقي وان شاء الله نفوز ومتفائله هي. راح اسالك، what player you think you good in this game? Ahmed Yasin, because he's very talented and he came from a Swedish club, so it'll be really amazing to see how he's going to play and the performance he's going to give. زين، كم جول راح تخلص المباراة، يعني نتيجة المباراة؟
ان شاء الله 2-0. حلو. شكرا. يعني انت تعرفين عربي ومخليتنا ساعه نحكي انجليزي هو نحكي غلط وندبريها وياك ومكيفين اي ثينك واباوت. ان شاء الله المنتخب العراقي يفوز ونتمنى لهم التوفيق. انا اشكرك ويا ربي ان شاء الله كل احنا نضامن ونتمنى لاسود الرافدين الموفقيه والتاهل وخطف نقاط هذه المباراه. ناخذ الوالد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عن عائله البرد شويه جو برد. والله شوف احنا قلوبنا مع العراقيين، قلوبنا مع المنتخب العراقي، وين اين حل ورحل. راحوا اثنينهم لبطوله اسيا، ظلينا نستاهل المنتخب العراقي، والان احنا فخورين انه موجودين بيناتنا. واعتقد العراقي وين ما يروح الفخر والاعتزاز والثقه بالنفس ان شاء الله موجوده، الغيره موجوده، بس نتمنى من جماعتنا انه يكونون قلب واحد بالداخل والخارج، وان شاء الله احنا متفائلين بالنتيجه وان شاء الله الفوز. بغض النظر 1-0 2-0 2-1، المهم ان شاء الله الفوز والعوده بثلاث نقاط ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وايضا نلتقي بعائله اخرى اتت الى الملعب من اجل مؤازره اسود الرافدين، وراح نتعرف على المشاعر والتوقعات والانطباعات. وجابكم اليوم بهذا الجو البارد؟ والله اول شيء نحب نقول لكم الحمد لله على السلامه، واحنا كلش يعني حقيقه فرحانين بجيه الفريق، واحنا وياهم وياهم وين ما يكونون ان شاء الله. ايش متوقع المباراه؟ والله التوقع صعب جدا لانه المباراه مو سهله. احنا خلي باعتبارنا انه الفريق الاسترالي فريق محترم وعناصر به قويه، مع ذلك احنا كليتنا يعني فريق العراقي دائما ما يكون رقم صعب، واكو فرق تيجي هنا ممكن تشيل 4 أو 5، احنا لا، فريقنا دائما يكون فريق ند وفريق قوي وعنده ثقه بالملعب، فريق مكلف يعني. فاتمنى انه الفريق يفوز، اتمنى ان شاء الله 1-0 و2-0، بس يعني التوقع صعب. احنا نخاف بس ان يتخلى عنا الحظ. فريقنا فريق مثل ما قلت، فريقنا على كلامك قلت فريق مكلف، فريقنا فريق جيد، فريقنا يمتلك عناصر جيدة، يمكن من أفضل العناصر بآسيا، لكن نخشى هو ما أن يتخلى عن الحظ كما تخلى عنا في الأولمبياد في مباراة جنوب أفريقيا. فندعو أنه كل نتوجه أنه بالدعاء أن يا ربي أنه يكون هذه النقاط من حليفنا، لأن الشعب محتاج فرحة إن شاء الله. أكيد أكيد إحنا كليتنا محتاجين هاي الفرحة، ومحتاجين أنه الفريق يقدم مستوى جيد. الأهم في كرة القدم إحنا كجمهور عراقي حقيقة نطمح بأنه يكون المستوى مشرف. النتيجة صح مهمة، لكن المستوى بحيث من نطلع من اللعبة نطلع مرتاحين، نقول الشباب قدوا ما عليهم بالأولمبياد. صحيح احنا ما صعدنا، لكن كليتنا كنا مرتاحين المستوى لأنه الفريق أدى ما عليه وأدى مستوى يشرف بمعنى الكلمة. أنا أسأل أنت رياضي مبين، ايه كرة لعب قدم وعندك خبرة بالتحليل، كيف نسويهم طوة؟ تسأل انتقل الزوجة رياضية. ايه طبعا اكيد نشجع. انت جاي تشجعين، بس قبل كنت رياضية، يعني شنو اهتماماتك؟ والله اكثر شيء احب الطابة، همينة ما العبها بس احبها. اي بس ان شاء الله احنا يعني الاسود الرافدين احنا امانة متعلقة وياكم، وان شاء الله تفرحونا وترفعون راسنا مثل كل مرة، وحتى لو يعني جبتوا تعادل او خسرتوا فتظلون ابطال بعيوننا. انتهت تغطيتنا لهذا اليوم، انتظرونا بتغطيات اخرى لاننا مستمرين معكم في معرض الكرة العراقية المصور. دمتم في امان الله. الأكل بيكمل مع بيبسي.